أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: كره المرأة للتعدد ألا يكون هذا من كره ما أنزل الله؟ لا، لو كانت تكره الآية التي فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء تكون ردة، لكن هي تكره التعدد كراهية شخصية، ما هي كراهية دينية، كراهية شخصية وغيرة من النساء، هذه ما تصل إلى حد الرد. لكن لو قالت أنا أكره القرآن الذي يبيح التعدد أو أكره الرسول الذي يبيح التعدد، هذه ردة بلا شك. نعم.